قاعة خاصة للأطفال في متحف السليمانية للآثار تنمي معارف الأطفال في مجال علم الآثار، وتزرع فيهم قيم حب تاريخ البلاد وحضارته وتراثه وآثاره. القاعة التي افتتحت مؤخراً كمشروع تطبيقي في متحف السليمانية الذي يعتبر ثاني أكبر متحف في العراق بعد المتحف الوطني في بغداد، تعتبر الأولى من نوعها في العراق، وتهدف لتعليم الأطفال وتدريبهم على البحث والتنقيب عن الآثار واستكشافها بأساليب علمية بسيطة من خلال مجموعة من المحاضرين المختصين، الأمر الذي ينمي حب واحترام آثار العراق والحفاظ عليها لديهم. الغاية من هذا المتحف هو الوعي الآثاري، يعني خلق جيل جديد يهتم أو عنده وعي ثقافي أو وعي آثاري، وأهمية الآثار باعتبارها هي تاريخ للأجداد. لذا العملية أو المتحف احنا نعتبره خطوة مهمة لإعداد جيل جديد في المستقبل. كذلك يهدف مشروع قاعة الأطفال في متحف السليمانية لصناعة قيادات أكاديمية مستقبلية في مجال علم الآثار ونشر الثقافة الآثارية بين أفراد المجتمع. من أجل أن تبقى الآثار محفورة بذاكرة الجيل الجديد من الأطفال، نقوم بتوجيههم إلى قيمتها وأهمية الحفاظ عليها وكيفية التنقيب عنها بأساليب حديثة ونشاطات عديدة. كما ترون القاعة فيها رسوم وكتب وأفلام تدريبية للأطفال وكتابة على الأحجار لإيصال فكرة تفصيلية عن كيفية صناعة الفخار والأدوات المنزلية. قاعة الأطفال في متحف السليمانية صرح جديد يأمل القائمون عليه أن يبعث لدى الأطفال العراقيين حب حضارتهم وآثارها العميقة من أجل الحفاظ عليها وحمايتها، فالآثار هي أبرز ما يميز البلدان عن بعضها في الإرث الحضاري والتاريخي.